أحسن الله إليكم. يقول في سؤال آخر: هل تجوز كذا، يقول ربما راه تجب، هل تجوز الزكاة على طلبة المدارس الذين هم في الابتدائية والإعدادية والثانوية؟ وهل تجوز إذا أعطيتها لذوي العلم من خطباء المساجد إذا أحسست أنهم بحاجة إليها؟ الزكاة تجب للفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية، فإذا كان هؤلاء الطلبة أو الخطباء أو أئمة المساجد من الفقراء فإنها تعطى لهم الزكاة لفقرهم، وأما إذا كانوا غير فقراء لأن كان عندهم ما يكفيهم لسنتهم فإنها لا تحل لهم الزكاة. نعم.